فزع ويغور، يمكن لسه ما خدش باله. هات خد انفخ انت، لحسن ده النفس اتقطع. قلتلك ماليش في النفخ، انا بتاع سد يالا. طب يلا شد الخرطوم من المزراب لحسن يقوم وننكشف. نقوم قبل ما نلبسه ونطفسه، باين انه ناعس ومش دريان بحاجه. هاجت هاجت على مين؟ لو عملتم حركه من حركاتكم القرعه دي تاني هشخرمكم، هسقطكم صرصرين وافعصكم. الله اكبر الله اكبر. هو انت منهم؟ وانا لو ما كنتش منهم كنت سكنت الاوضه لصوص النضور يا حراميه. انت عارف؟ عارف عارف وشايف كل حاجه، وهقطع خبركم لو نصبتم على حد من السكان تاني. توب يا سيدنا. العفو والسماحه مولانا. ما انت ليك في الهنتكه والنقر النتن اهو. دفاعا عن النفس، انا اللي قرطصني اقرطصه واللي يقرصني ارصصه. ده انت مصيبه. ناوي الهداد. هداد ايه؟ هداد الحيل، قهر العزوبيه وبديل الجواز. مال مراتك ناشفه كده ليه؟ انت اللي طاري من اكل الجمبري. انت يا فكار الصدور. ايه؟ فرقوا معانا شويه، عايزين نروح شغلانه. ها ها يا ناس اللي فوق، تعالي ساعة محبوس الكاميرا وهتصوره. ايه الجماعة يا ابني بتوع شقة 4 مش موافقين على الأسعار الجديدة اللي أنت عاملاها. يعني إيه؟ أمال هنصلح الغسالة اللي باظت دي إزاي؟ طب أنا أقول لهم إيه؟ قولي لهم كل حاجة غالية. اشمعنى الغسيل اللي هيبقى رخيص؟ ولا كمانه نظافه؟ انت يا بنت لسانك فرقله. الغسيل لزوم المكوى. انت بتدفعوا كام للمكواجي وانا زي عايزه تلهفي ربع جنيه في غسل قميص واحد يا سفاحه؟ بلاش منه. خلوهم يا اختي يكونوا من غير غسيل. ده اللي قال سوء النظافه جبر وتغندروا ان اتنين هيكمل. يا بار يا اللي فوق السطوح، هتقفلوا الميه ولا بلغ البوليس يجي يشيل الموتور اللي عرفنا ووسخنا من يوم ما ركبتوه يا حيوانات؟ قلبك ابيض يا باشمهندس، ادينا بنغسل بيها هدومكم الوسخه. حابس 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 حابس، اقفلوا شر الملابس. حابس الملابس كلها اتبلت يا انسه. يقطعني ولا يهمك، ما انا كنت داخل اخد دش. ما تاخذنيش يا مولانا. مولانا العفو والسماح، العفو والسماح. حابس حابس. ذنبك شربات يا انسه. ما تجيب هدومك اللي اتبلت اغسلها لك وانشرها لك. ما تشغليش بالك، انا اصلا بحب اغسل هدومي بنفسي. يا لهوي هتغسل وانا موجوده. عاشق ليكي.
هات خلي طشتي يتبرك بريحه هدومك يا ابو خطوه. هار اسود، هو انت من اللي بيبات ناشف ويصحى مبلول؟ يبقى مين حضرته؟ القسطة طاروطة جارنا. قسطة في ايه؟ قسطة بوجدي أسبغ وكوي. ايه؟ قسطة بوجدي أسبغ وكوي. القسطة طاروطة كوافير قد الدنيا. كوافير كوافير، ما شاء الله ما شاء الله. قولي بصراحة يا اسمك ايه؟ انت صحيح مخاوي؟ حبس 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 حبس، ايه لزوم الكلام ده يا طاروطة؟ هار اسود، مش بقى جارنا ولازم نعرف لون فصه ايه؟ انا اللي نفسي اعرف انت لون فصك ايه؟ فص ابيض وسيد الجدعان. القصة طاروطة كلامه كده متعود يلغي الستات. لطيف قوي، باين عليه جرغيتت. هو الواد ده حكايته، امه ما كانتش بتخلف صبيان، ولما ولدته خافت عليه من الحسد، لبسته بنوته وطولت له شعره لحد ما بقى عنده 9 سنين. معذور بقى، ده لو كان سابته كمان ساعتين كان جسمه زرع ونبت وطرف وبقت مصيبة. دمك شربات يا مولانا. التكيف الاجتماعي هو عملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. اسمع أستاذ. اتفضل يا سضاح. نفرض أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد بيئة فاسدة، إزاي يكيف نفسه فيها؟ بنفسين. الكلام ده في افلام السيما مش في علم الاجتماع يا قفا. يا ضاحي، اذا فسدت البيئه فلا بد للانسان ان يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتمي بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل بالاصول. الانسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصة والنهم، حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقدوا طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها. لو سمحت يا أستاذ. أيوه. اقعد. يعني لو الواحد قدامه طبق فول وطبق سلطة، ياكل طبق واحد بس. أنت بالذات تاكل كل اللي يجي في سكتك. عشان أنت شاطر. المسألة مش حشر وكتر أكل، الناس كل يوم بتموت من الشبع، محدش أبدا بيموت من جوع. إيه يا أستاذ؟ أنت فاكر نفسك غاندي ولا غاوي أنيميا؟ إيه في إيه جرايين؟ جرانك وقفت حنة، كانتين المدرسة هيتفلس. هتفلس من جشعكم ومن استغلالكم، في حد يقول إن السندوتشات والمياه الغازية تباع للتلاميذ بأغلى من الأسعار السياحية؟ وأنت مالك؟ ردوا عليا يا شباب. ده سارع علني. استغلال حقير. إحنا إذا غلى علينا شيء تركناه. بقى كده. أنت شايف إيه؟ ده تخريب. ليك نازل له مصلحة في الكانتين يترد عليه. بسلم لي عليه.